هذا سائل يسأل يقول: نرجو شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. معنى الحديث إن الإنسان يعني يجعل يعني مؤمن يجعل يسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أسعد أيامه يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى، فيحب لقاء الله جل وعلا، وأنه هذا إذا لقي الله تبارك وتعالى لقاه به يعني العمل الصالح. وأما الكافر فإنه يكره لقاء ربه ما يعني عمل في هذه السيئات. فمن أحب لقاء الله ليس معناها يعني أنه يحب الموت، فكل مؤمن يكره الموت كما جاء في الحديث: يكره الموت وأكره مساءته، حديث الرب سبحانه وتعالى، كما في الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. ولله ولا يزال العبد يتقرب إلي، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يغطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءه ولا بد له منه. يكره الموت، هذا مين؟ هذا ولي لله. فهذا ولي لله، كل إنسان يكره الموت ويخافه، والله سبحانه وتعالى يكره مساءة العبد المؤمن، يقول: أكره مساءة. فالله يقول: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءة ولا بد له منه، لا بد له منه. فليس معنى هذا الحديث إنه يعني من كره لقاء الله يعني كره الموت، لا، وإنما يكره لقاء الله تبارك وتعالى لما يعلم، يعني الكافر والمنافق لما يعلم أنه ليس له عمل صالح يعني يقدمه عند الله تبارك وتعالى ليكون يعني زلفى له عند الله، فيكره الموت ويكره لقاء الله تبارك وتعالى. وأما المؤمن فإنه يحب لقاء الله تبارك وتعالى، خاصة خلاص عند يعني دنو الأجل، إنه يحب أن يلقى الله تبارك وتعالى ويرجو ما عنده سبحانه وتعالى.